أهم عامل في كل لعبة هو المحرك اللي يتم تطوير اللعبة عليه. ومن 2014 والألعاب الرهيبة تم تطوير على المحرك Unreal Engine 4. طبعاً يختلف استخدام المحرك من مطور إلى مطور ثاني، لكن مهما اختلفت الطريقة فالعوائق اللي يصادفونها تكون متشابهة، والحدود اللي ما يقدرون يتخطونها بسبب محدودية المحرك. وبعد 6 سنين أخيراً كشف المحرك الجديد Unreal Engine 5، واللي استعرضوه بدمو تقني على جهاز PlayStation 5. الدمو كان مبهر جداً ويحمس الناس على المحرك، لكن المشكلة أنه ما وضح إيش النقلات والتطورات الجديدة اللي راح يجلبها المحرك معه في 2021. وعشان كذا راح ناخذكم في رحلة جميلة وخفيفة في التعرف على المزايا وخصائص المحرك الجديد. وقبل ما نبدأ لا تنسون تزوروا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان ما تفوتكم فيديوهات رهيبة مثل هذه. والحين خلونا نبدأ. في البداية لازم نعرف أن أي شكل ثلاثي الأبعاد في الألعاب يتكون من أشكال هندسية صغيرة تسمى البوليغون، يعني اعتبره كأن البكسل اللي تتكون منه الصور ثنائية الأبعاد. طبعاً البوليغون يكون منه أشكال متعددة، منها مربعات وأشكال مخروطية، لكن المثلثات هي الأفضل في الاستخدام لأنها ترص فوق بعض بطريقة متناسقة أكثر من باقي الأشكال الهندسية. يعني كل شيء في لعبة ثلاثية الأبعاد من جرافيكس مكون من بوليغونز صغيرة جداً. والآن خلونا ندخل في أول حاجة شفناها في هذا العرض، وهو استعراض البيئة الصخرية. ومثل ما تشوفون قدامكم فيها تفاصيل كثيرة جدا، وفي السابق في الألعاب كانت تستخدم صور تغلف في البوليغون بحيث تبان أنه جزء من البيئة، ومشكلته أنه ما راح يطرع عليه أي تغيير في الشكل. لكن هنا الوضع اختلف، ومثل ما تشوفون الآن كل هذه النقط الصغيرة اللي موجودة على الشاشة عبارة عن مثلثات بوليغون صغيرة جدا مختلفة الألوان، تكون البيئة والصخور وكل شيء فيها، ومنها ملايين المثلثات. والشيء رهيب هنا والمذهل أن كل مثلث لا خواص لتميزه عن غيره بحيث أنه يقدر يصير تغييرات عليه في الشكل نفسه. خلوني أبسطها لكم. تخيل لعبة فيها صحراء وأنت تمشي في هذه الصحراء. لو تشوف أثر الأقدام الشخصية اللي تلعب فيها بتشوف أنها متشابهة جدا، يعني كأنها نسخ ولصق. لكن هنا الوضع بيختلف لأن كل أثر قدم راح يكون فيه مختلف حسب أنت وين دعست على الأرض الصحراوية برجلك في اللعبة، لأن البيئة كاملة مصنوعة من بوليغون. وهنا استخدموا الأسلوب السينمائي اللي يستخدم في الأفلام العالمية ويعطيه شكل جميل وحقيقي، وهذه التقنية لها اسم وهو النانايت. ولا ننتقل للتقنية الثانية اللي استعرضوها بعدها وهي اللومن، وتعني الإضاءة، ومن اسمها لها علاقة بتوزيع الضوء في الألعاب. وفكرتها هنا أنها راح تعكس الضوء على مجسمات البوليغون الصغيرة بشكل مباشر، وهذا بيؤدي إلى ظهور ظل حقيقي في الحركة. وهم ميزة أن كل نور تشوفونه يعتبر ديناميكي، يعني متحرك ويقدر يتغير حسب مكان الضوء اللي تسلط عليه وانعكاس على المجسمات في اللعبة. وأيضا أضافوا تقنيات جديدة للصوت بحيث راح تمكن المطور أنه يقدر يحسب توزيع الصوت في المساحات الكبيرة والتذبذبات الصحيحة، ويقدر بعدين يطبقها في اللعبة مثل الكهوف اللي تشوفونه هنا والصوت اللي بتسمعونه الحين. لو كنت لابس سماعات بتلاحظ أن توزيع الصوت كأنه طبيعي. وعشان أبسطها لكم أكثر، تخيل أنك داخل غرفة مغلقة وفاضية من الأثاث. لو بتصرخ فيها راح تسمع صوت الصدى حقك ينتقل في الغرفة بتذبذبات. هذا اللي أقصده لكم. هنا الصدى وصوت الصخور والكهف نفسه انتقل في حيز افتراضي أشبه بالحقيقي. وأيضا أضافوا خاصية أن يقدرون يخصصون أصوات معينة لحوادث أو تغييرات معينة في اللعبة مثل سقوط الصخور في أماكن معينة مثل ما تسمعون هنا. وبكذا راح تدخلك جو أكثر في اللعبة من قبل. والآن خلونا ننتقل إلى التقنية اللي بعدها وهي تقنية النياجرا. فكرتها بكل بساطة أنها تتيح لمجسمات البوليغون الصغيرة من أنها تتخاطب مع بعضها البعض، وتقدر تنسق بينهم حركات ديناميكية مثل الخفافيش اللي تشوفونها قدامكم. التخاطب بينهم يتم عن طريق استخدام تقنية نياجرا، وتشوفون كيف أنهم يطيرون مع بعض بشكل متناسق، وحتى الصخور متناثرة في اللعبة أيضا عن طريق نياجرا. وأضافوا أيضا تأثير حقيقي للماء مثل ما تشوفون هنا قدامكم. الدمو يستخدم نظام الكيوس فيزيكس سيستم، وهو نظام له علاقة في الحركات الفيزيائية في اللعبة مثل سقوط الصخور، وأيضا حركة الوشاح اللي لابسته الشخصية بيعطي حركة طبيعية وشكل أكثر واقعية. بما أن صارت البيئة في اللعبة أكثر تعقيدا من قبل، قدروا يحطون أنيميشن جديد عشان يتماشى مع هذا التعقيد، مثل أنه صار الحين مقام القدم يختلف حسب حركة الجسم له. مثل ما تشوفون هنا
توزيع الثقل على القدم حسب حركة الجسم يعطي شكل أكثر واقعية وانسيابية في الأنيميشن الحركي، إضافة إلى أنهم أضافوا القدرة على إظهار التأثيرات المختلفة والمتنوعة في الأنيميشن للشخصية وردة الفعل حول البيئة اللي حولها، مثل مثلا وضع اليد على الباب مثل ما تشوفون هنا. وفي الأماكن المظلمة صار انعكاس الضوء على الأجسام بشكل حركي أكثر من السابق، بحيث تتغير درجة الإضاءة على حسب الجسم اللي تنعكس عليه، وأيضا الحشرات الصغيرة اللي تشوفونها هنا تتأثر بالنور اللي يسلط عليها وتتحرك أيضا عن طريق خاصية النياجرا اللي تكلمنا عنها قبل. والإضاءة مو بس انعكس على الأجسام، لكن أيضا يتغير شكلها حركيا على البيئة، مثل ما تشوفون النور هنا من الشمس دخل فجأة إلى الغرفة عن طريق ثغرة في السقف غير متوقعة. والآن راح أوريكم حاجة عظيمة جدا تستعرض قوة المحرك بشكل واضح. تشوفون هذا التمثال اللي قدامكم؟ مكون من أكثر من 33 مليون مثلث صغير، يعني كل شيء فيها حركي وقابل للتغيير، كل هذا في شاشة واحدة. شيء مبهر جدا صح؟ لسه ما شفتوا شيء، خلونا ندخل غرفة وراح تشوفون شيء العقل البشري مو قادر يستوعبه من رهابته. الغرفة هذه فيها 500 تمثال من التمثال اللي شفتوه قبل شوي، وكل واحد فيهم في نفس التفاصيل الدقيقة، يعني مجموع المثلثات الصغيرة اللي بتكون في هذه التماثيل في الغرفة هي أكثر من 16 مليار مثلث صغير. متخيلين كيف الرقم المهول هذا؟ مقارنة بالأنريل إنجن 4 ما في رقم محدد معروف، لكن اللي قدروا يوصلوا له المطورين في تقريبا 4 مليون مثلث صغير في شاشة واحدة فقط. شفتوا كيف الفرق كبير؟ فرق شاسع جدا. والحين لازم تفهمون ان في هذا الديمو في مئات من المليارات من المثلثات الصغيرة، وكل هذه الرسوم المذهلة شغالة على جهاز بلاي ستيشن 5، ومو شرط يكون فقط في غرفة مغلقة، لأنه ممكن انه يصير في عالم اللعبة كله قدامك. هذا كان استعراض من الخصائص الانريل انجن في او 5. أتمنى تكون وضح لكم نقاط كثيرة ما كنتوا فاهمينها، وأتمنى أيضا أنكم استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.